كيفية تفعيل خاصية عمليات الشراء السريعة على تطبيق اليوتيوب؟ كما ترون، هذا هو تطبيق اليوتيوب. تقوم بالذهاب والضغط على بروفايلك هنا، بعدها تضغط على زر الإعدادات، ثم بعد ذلك تقوم بسحب الشاشة إلى الأسفل والضغط على الفوترة والدفعات، تضغط عليها بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك تقوم بتفعيلات خاصية بالضغط عليها من هذا الزر هنا في هذا المكان، ثم بعد ذلك تضغط على كلمة المرور. بعد ذلك تحقق وسوف تقوم بتفعيلات خاصية بكل نجاح. نصل إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا دعمنا بزر لايك، الاشتراك بقناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.